وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل نرحب بك، وكيف تابعت معنا جلسة المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل انطلاق قمة بريكس في مدينة قازان الروسية، وتأكيد الرئيس السيسي على تطلعه لتعزيز التعاون مع روسيا ودول تجمع بريكس في العديد من المجالات؟ هو بالطبع في البداية طبعا مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. هو بالطبع هو لقاء مهم جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا انضمام مصر لقمة البريكس بالتأكيد سيعود بالنفع على الدولة المصرية وسيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا أنه بيتطلع طبعا إلى بدء العمل في العملات المحلية، وبالتأكيد العمل أو التعامل بين دول البريكس بالعملات المحلية سيوفر الكثير من العملة الصعبة وسيزيد أيضا من الاقتصاد المصري بشكل كبير. طبعا العلاقات المصرية الروسية هي علاقات في غاية الأهمية منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا. مشاركة روسيا في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من خلال طبعا مشروع الضبعة المهم جدا، مشروع النووي للضبعة، وأيضا المنطقة الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضا بتساهم روسيا بشكل كبير طبعا في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. ومصر أصبحت في الوقت الحالي هي دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير جدا من خلال البنية التحتية التي تم وضعها خلال العشر سنوات الماضية جاذبة للاستثمار، بجانب أن مصر أصبحت في الوقت الحالي الدولة الآمنة اقتصاديا وآمنة أيضا استثماريا بدليل جذبها للعديد من الاستثمارات. فوجود طبعا بالتأكيد هناك شراكات كثيرة مع الجانب الروسي في العديد من المجالات، فبالتأكيد طبعا نقل هذه الاستثمارات إلى الدولة المصرية والاستفادة أيضا من الصناعات الروسية ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية، أعتقد أن هو ده نقطة في غاية الأهمية في الوقت الحالي اللي بتسعى في مصر بالتأكيد إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة خلال الفترة الحالية. طبعا بالتأكيد التعاون مع دول البريكس في العديد من المجالات في الوقت الحالي أهمها طبعا الاتجاه للاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. مصر أيضا لديها التعاون كبير جدا في مجال الهيدروجين الأخضر والعديد من المجالات الأخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وطبعا الاستفادة والتبادل بين الدول الأعضاء في البريكس مع الدولة المصرية أعتقد سيعود بالنفع بالتأكيد على الدولة المصرية. وإحنا عارفين أن تجمع البريكس في دول كبيرة جدا ودول أيضا اقتصاديات قوية جدا، التعاون مع البريكس في الوقت الحالي هيعود بالنفع بالتأكيد على الدولة المصرية بشكل كبير جدا. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.